السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد وردة فعل تونسية بعدما رأت شاحنة جزائرية في تونس محملة بالقرع الأحمر. تابعوا معنا هذا الفيديو. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. أنا توا في قلعة لندلس، قاعدة نرى في حاجة غريبة جدا. هذاك عقلتوه، هذايا القرع الأحمر هكا ولا ليه؟ هذايا في الدخلة متاع قلعة لندلس. سيدي تبعوا معايا بشوية بشوية، خلي ندور وثبتوا ثبتوا في البلايك تاع الكمينة دوما الجرارات. انا تصدمت حق تصدمت والله العظيم تصدمت. هما ثلاثة شاحنات الحمد لله خلطت عليهم هما خارجين هذه بنات ما نحبش نصورهم. هما هذه ماتريكول الجيريان هذوما ثلاثة كمين ريتوهم خلي بربي نصغر ثلاثة كمين من الجزائر من الجزائر. مش عارفة أنا إذا ريتوم مش عارفة أنا إذا الكمين هذوما فما كميونة مشيت ولا العظيم مش عارفة إذا الكمين هذم كيفاش ندور الواه والله. إذا الكمين هذوما هزين من تونس للجزائر القرع الأحمر وإلا العكس، ولينا نوردوا في القرع الأحمر من الجزائر. الله أكبر والله الله أكبر. الجزائر اللي سنوات التالي كانت ما تنتج في لحب وكل. خويا جاوبونا جاوبونا خلينا نعرف. شكرا نهاركم. حبيت نعقب على أمر مهم جدا. أنا اليوم في الصباح من قلعة لندلس عديت فيديو الثلاثة شاحنات معبين بالقرع الأحمر، واللي جلب الانتباه متاعي عذاك عملت دورة وعودت رجعت كونه الماتريكول متاع الشاحنات الجزائرية. دونك عملت انا الفيديو وتسألت وطرحت سؤال اسكو القرع هذايا نحنا وردناه من الجزائر او باش نصدروه للجزائر. به فما نقطتين. النقطة الأولى جاني الرد على هذايا مش رسمي بالطبع، لكن بعثولي فيديو عملها صديقي زاد هو صحفي في من نابل. صور فيديو وعدها نشرها اللي الكمين هما في الثنية وقال القرع جاينا من الجزائر. به يعني تقريبا قلت نعاود ما هيش المعلومة مش رسمية، لكن نصدق على الأقل الفيديو اللي ريته هذية على ما يبدو ولينا نوردو في القرع الأحمر. به النقطة الثانية وهي أهم واحدة وعلاش عملت الفيديو هذية، خاطر فما صديق جزائري وحيي كل الجزائريين عمل تعليق مهم جدا. تعليق قال لي يا مدام راك ما تعرفش الجزائر إجا وشوف. عنده الحق في هذا عنده الحق في هذا. عليه خاطر ربما برشا توانسه مازالت عندهم الفكره كونه خاصه اللي كبار في العمر، خاطر نحن عشنا فتره اللي الجزائر كانت تاخذ المواد الفلاحيه تقريبا من تونس تستوردها. علاش؟ خاطر هما ركزوا في الاقتصاد نتاعهم على الصناعات الكبرى وعلى الاندستري معناتها لوغ دوكل. باهي اول حاجه راهو كي قلت الكلام هذايا ماهوش يضرب لا للجزائر ولا للجزائريين ولا قلة احترام فيهم، بالعكس حبيت نقول باش نوضح اكثر اللي انا الجزائر نعرفها باعتبار عندي علاقه عائليه مع الجزائر، ونجم نقول اللي من 2004 2005 تقريبا
مرة مرتين في العام نمشي للجزائر، نهبط في ألجي ونمشي للشلف اللي كان اسمه قبل الأصنام. وقتها كانت سنوات صعيبة ونهاية سنوات الصعيبة في الجزائر، وكنا نعملوا أكثر من 250 كيلومتر ما شاء الله بديت ترى في الأراضي الفلاحية اللي هي التربة السوداء تسمى الأغنية، والفلاحة بدأت تتطور، بدأت تتطور وبدأ الانتاج الجزائري. يعني لا أشك كونه اليوم بالعكس الجزائر وهنيها بذلك تلهيت بالفلاحة، ولا يزي قاعدة تحقق في الاكتفاء الذاتي في الخضر وفي الغلال، لكن وكذلك تصدر ولات. يعني بالعكس تحياتي وربي بارك لكم، واخذيتوا سياسة واهتميتوا بالفلاحة لأنه هذاك أحد أسس الاقتصاد من ناحية، ومن جهة أخرى لتحقيق الاكتفاء الغذائي في البلاد متاعك. أنا يا أخواتي جزائريين ويا توانسة اللي معناتها ما قبلتهاش الحكاية، كونه تونس يظل لي إذا 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 فهم عندكم معلومة زادة تخالف هذا، يظل لي قبل كان القرع الأحمر اللي يسهلكو في بلادنا الكل يتم الانتاج متاعه في تونس. هكا أنا في بالي، هكا في بالي. اليوم إذا ولينا نستوردوا في القرع لحم، ونعرفوا لي مثلا الفلفل صحيح، فما الفلفل الأحمر، فما حاجات الحق نجم نفهمها، معناتها خاطر الفلفل الأحمر من احنا وخاصة يجي في الشتاء كي خاطر مش موسم الانتاج، لكن يظل لي هكا ماشي في بالي اللي احنا عندنا انتاج كافي بتاع القرع الأحمر. إذا خسرنا زيادة المنتوج هذايا راهو أصبح الأمر خطير. خطير بشنو؟ يعني نمشي ونتقهقروا. يعني اليوم بالحق قطاع الفلاحة ولا مش يمثل معضلة كبيرة، رغم أهميته، رغم الأهمية متاعه، رغم الأهمية متاعه. صحيح فما جفاف، فما برش حاجات، لكن زادا منش قاعدين نراو على الأقل اهتمام أو قاعدين يهتموا، لكن أنا كمواطنة مش قاعد توصل لي المعلومة بالقطاع هذا. هاو كشنو اللي يوجعني أنا، ونعود نقول يا أصدقائي وصديقاتي الجزائريين، راو الكلام اللي قلته ما هوش لا إهانة الجزائريين ولا تشكيك في القدرات متاعهم على الانتاج الفلاحي وعلى التصدير. بالعكس أنا شاهد وريت الأراضي وما شاء الله قلت لكم 250 كيلومتر بين، والجزائريين يعرفوا، بين ألجي والشلف الكل على يمينك وعلى يسارك ترى كان الأراضي الشاسعة بتربة حمراء، خطر نخلته مرات وقت اللي يبدأ يقلبوا في التراب معناتها باش يزرعوا باش ما شاء الله، وربي يبارك لكم ويزيدكم خير على خير. دونك أنا مش بالنسبة لكم أنتم، أما بالنسبة لبلادي، لبلادي هذاك شنو اللي يوجعني. وربي يقدر الخير، ونقعدوا ديما على النوت باهيه نتاع حب ومحبه. غدو عيد الحب، هو كل يوم راهو حب، اما باهي زاده باش نفكروا الحب ونعطيو شويه من وقتنا الحب بكل انواع نتاعو، باش نعملوا هدنه صغيره باش واحد يصفي قلب نتاعو عاود يشوف قلبه وين مشى، باش خاطر الدنيا قاعده تهز فينا تهز فينا. اخويا انا نحبكم برشا، نحبكم، نتمنى لكم كان الخير والحب برشا برشا برشا. غدوة وعلى طول 364 يوم وبعض الساعات ومرات كما السنة 365 يوم. نحبكم برشا، تحياتي ونشكركم مرة أخرى على الانضمام للحساب هذا. باي. عسلامة عسلامة. وأنا غزلاني تحدثكم من الكوجينة. باي. الفيديو اللي عمل ضجة، حتى كان الحساب هذايا جديد بعد ما سكروا الحساب الآخر، لكن التفاعلات كانت كبيرة حول أكلكمين اللي صورتهم أنا في قلعة الأندلس اللي معبين بالقرع الأحمر، واللي صار بوليميك وتعليقات خاصة من صديقاتي وأصدقائي الجزائريين، فهموا كأني أنا
معناتها باهتة كيفاش الجزائر تنتج بصفة عامة المنتوجات الفلاحية. وهذا الكل أجبرني على الأقل احتراما في الأصدقاء نتاعي باش نخرج نعمل فيديو أخرى توضيحية باش نقول راهو مشكلتي ماهيش مع الجزائر، وأنا بالعكس راني نعرف الجزائر على الأقل من 2005، أنا ريت بعيني وكل عام راني نمشي مرتين ثلاثة، ريت اللي فما تطور كبير وكبير جدا في القطاع الفلاحي. والجزائر اليوم بالعكس، أنا نشكركم يا أصدقائي الجزائريين، أعطيتوني معلومة ما كنتش نعرفها، اللي توا الجزائر ولات رقم 2 في الإنتاج وتصدير المنتوجات الفلاحية. لكن أنا اللي بهتني وعوك علاش أنا قلت الله أكبر الله أكبر، إذا تونس معناتها ولينا نستوردوا القرع الأحمر عليه، على خاطر هذا أمر يزيد يخوفني أكثر. نعرف اللي نحن اقتصادنا في النيار، الفلاحة متاعنا في النيار، تام وما فما حتى لهوة به. قلت حتى القرع الأحمر، حتى عندنا مناطق راهو زاد نحن تنتج القرع هذايا، وعادي عندنا معناتها في الصيف في البريد هذايا تمشي تشري قرع وتحطها في الدار متاعك بثمن مش غالي. المهم الفيديو اللي هبطتها انا، مانيش باش نقول اللي راهي هي السبب في ايقاف وهو هبطت لكم التدوينة تاع الحرس الوطني التونسي اللي هو بمثابة الدرك يظهر لي في الجزائر، متاع محتكرين وين بالضبط؟ في قلعة الأندلس، وين أنا صورت 80 طن القرع الأحمر مهرب ناويين يوزعوه في المسالك الغير قانونية، وتم القبض عليهم الحمد لله يا رب. مانيش باش نقول راهو انا السبب، لكن على الاقل عندي اجابه للتساؤلات نتاعي، عندي اجابه كونه ماهوش عادي، ماهوش عادي بالكميات هذيك. هاوك علاش دور لي الامر غريب ومن الأزهر. أنا نعدي الفيديو من قلعة الأندلس، يتم إيقاف المحتكرين في قلعة الأندلس والله أعلم. المهم أنا الليلة مرتاح، جبت موضوع بالزهر والله ما نعرف، انا ما نجمش حتى نحكي نقول راهو خاطر الفيديو بفضلكم انتم انتشروا تعليقات واحد كل، خاطر راني صبيته زاد على فيسبوك باعتبار عندي صفحه فيسبوكيه كمان عندها الاهميه نتاعها، حتى كان اليوم فما حصار عليها كيما زاد الحصار اللي صار على الحساب الاخر نتاع التيك توك واللي تم حذفه نهائيا، حتى صفحتي الرسميه على الفيسبوك اللي هي باسم منى غزلاني خريف زاده مهدده وتم الحصار عليها، ومهدده هي الاخرى زاده بالانتحار. مش مشكله، ما انا قلت لكم هنا كلمه، قلت لكم الرخلي والجمله الاخرى الدوام ينقب الرخام. هذا الموضوع الاولاني اللي حبيت نحكي لكم عليه. بعد ذلك قد باش نعمل زاده فيديو اخرى على فلسطين والانباء المزيانه، كملوا تابعوني وكملوا انشروا وبرا يراكم تقبلوا تربحوا. ونهار الحب هذايا 14 فيفري هو نهار حب، اما الحب 364 يوم وستة سوايع، وكل 4 سنين يولي 365 يوم. الحب راهو في القلب، الحب لكل شيء، الحب لنفسنا، حب لغيرنا، الحب للوطن، الحب لربي، والحمد والشكر لله. وانا والله قلت يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي، حاجه ظهرت لي مش نورمال يا اخي، طلعت مش نورمال. يكفي هذا، نحبكم برشا، تابعوا الفيديو اللي باش يجي بعد هذا وشكرا.